رفع وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود أمس بعنابة من أجل تشجيع الاستثمار في مجال السياحة وضمان التكوين، وذلك لاستجابة لمتطلبات هذا المجال لترقية وجهة الجزائر وتشجيع ومرافقة حاملي المشاريع في قطاع السياحة. من شأنه أن يجعل الوجهة الجزائرية إنتاجا سياحيا بامتياز. عدة هياكل فندقية هامة تم تسجيلها على مستوى ولاية عنابة، البعض منها بلغ نسبة تقدم في الأشغال جد معتبرة. وتعزيز الحظيرة الفندقية بالولاية والوطن لابد أن يصاحبها تعزيز في الكفاءة التسييرية والاستقبالاتية، قال وزير السياحة. سياسة فخامة رئيس الجمهورية لإعادة الاعتبار لقطاع السياحة التأسيس لسياحة مستقبلية مزدهرة، فاستراتيجيتنا الحديثة والاستراتيجية اللي نقوم عليها مبنية على إعادة الاعتبار للتكوين. لازم نكونوا المسيرين ولازم ندخلوا في شراكة مع المؤسسات ومع الشركات ومع دول أخرى في عملية تسيير الفندقة. أما بخصوص الأسعار المطبقة بالفنادق الجزائرية العمومية والخاصة، قال عبد القادر بن مسعود: فيه دراسة جدوى اقتصادية يقوم بها على مستوى مؤسسات التسيير السياحي باش يوفروا الفنادق أو يوفروا لزاوي الدخل المحدود باش تكون فيه يعني على الأقل إقبال على هذه الفنادق، لأنه مش ممكن أنه فندق في الجنوب يفتح لمدة 4 أشهر وباقي 6 أشهر وثمانية أشهر ومغلق. وزير السياحة توقف بمعرض الصناعة التقليدية بالولاية، كما أعلن عن تاريخ الانتهاء من أشغال تجديد نزل السيبوس في 2019.